ومع الوكيل الإيموبيلي دائما نجيب لكم عقارات مميزة ونخليكم تستمتعوا بنغمة البحر. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الايموبيلي. اليوم جبنا لكم لافال تاع لافال في حي الضفه الخضراء في برج الكيفان. الريح راهو بزاف لانه انا مقابله للبحر. جبنا لكم منزل ايدون لو جماعه الخير. يلا نروحوا نكتشفوا مع بعض مع الوكيل الايموبيلي. لما ندخلوا نلقاو هذا الباب الخشبي اللي يدينا مباشره للمنزل تاعنا من خلال هذه السلالم. المنزل تاعنا راهو تحفه معماريه ليكيب، والحاجه المميزه فيه انه عنده هذه الطلعه وعنده هذيك الهبطه الجميله اللي تدينا ديريكتومون للبحر. ليكيب هاي ليك الهبطه تاعنا، دينا ديريكتومون عند الماء. طلع نهبط باش نوريكم مليح مليح وين رانا ندورو يا ليكيب. هاو ليك عندها غير منا تروح للبحر تاعك وتطلع لدارك من هذه السلالم. جماعة الخير فريمون منزل ولا اروع. تعرفوش معناتها المنزل المكمول المجمول؟ هذا هو المنزل المكمول المجمول. هاي ليك الدخلة تاعنا الرئيسية، دايما خدمة طري طري بيا ليكيب، القرمود وحاجة بالخشب، حاجة فريمون تاع شارم وتاع ديكور شباب. حتى لي باروداج راهم بالبلازما ليكيب. الباب تاعنا المتين راهو بالدخلة. يلا افتحوا لنا الباب نشوفوا الداخل. هاوليك المنزل تاعنا، لما ندخلوا راح نلقاو هذا المراح اللي تساع. الله يبارك، ما عطيتكمش معلومات على العقار. العقار تاعنا راهو بمساحة 112 متر مربع في هذا المكان المميز. نقول لكم بلا اربع واجهات، راهو باربع واجهات اذا احتسبنا الواجهة هذه. طبعا رانا في حي الضفه الخضراء. المنزل تاعنا هو بعقد ملكيه ودفتر عقاري. قلت لكم المنزل المكمول المجمول اللي مخدوم طري طري بيا ليكيب. عندك سيتيرن تاعك تاع الماء وعندك المدخل الرئيسي. هذا المدخل عجبني صاحب العقار انه دار فضاء للاضاءه ليكم الديكور وليكم الخدمه المتقونه. يلا ندخلوا مباشره للمنزل الجميل. على بالي يعجبكم بزاف بزاف هذا المنزل المميز. عندك فضاء اخر ولا ابتي اوردون طريقين من هذه الجهه. الغاز راه عندنا كيما نشوفوا لي شوفاج سنترال ما عندها. عندك شوفاج سنترال، عندك لي راديواتور في شيخ بيس، لي راديواتور غيرها هما. يلا نبداو من هذا الشومره الاولى اللي راهي غرفه استقبال. هاي ليك الغرفه تاعنا اللي عندها اطلاله من هذه النافذه المميزه ليكيب. حتى لي فنات راهم دوبل فيتراج بي في سي وبلي ريدو كيما رانا نشوفو ليكيب. معنتها حاجه مخدومه طري طري بيان. حنايا عندنا الفوبيان اللي دار بها صاحب العقار البانو تاعو. عندك البياتريز في لي بلافون بلي سبوت وحاجه تاع ديكوراسيون ما شاء الله. عندك صبيغه راهي بالصابلي تقريبا في كامل لي شومب. معنتها كل حاجه فريمون اتقن فيها صاحب العقار. هنا عندنا الاطلاله المميزه بدو فاساد على البحر تاعنا، ليكم النظره وليكم الانشراح من خلال هذا المكان المميز. انا فريمون وليت نحب نشوف البحر في فصل الشتاء لما جيت لهذا المنزل. عندنا لي راديواتور حتى في لي بالكون ليكيب. المنزل تاعنا راهو كاين قدامه كامل لي كوموديتي. على بالكم بلي الضفه الخضراء في برج الكيفان راهي قريبه لكامل لي كوموديتي. حنا المكان اللي رانا فيه ما راناش بعاد على مسجد الحق. مسجد الحق او معروف في حي الضفه الخضراء. لما نكونوا جايين من لوطوروت برينسيبال اللي تجيبنا من باب الزوار ندخلوا عند لاري تاع اسانتيير، معروف لاسانتيير،
ندخلوا مباشره للحي الضيفه الخضراء اللي راح يجيبنا لهذه التحفه المعماريه. كاين قدامك كامل لي كوموديتي، مؤسسه تربويه، المحلات، المساجد، كامل لي زاكسيل، كامل المدن والاحياء. تروح لباب الزوار فاصيل، تروح لهنايا البرج البحري طري فاصيل، تروح للمطار، كل حاجه قريبه ليك في هذا المكان المميز والمميز جدا. ايضا قريبه ليك روتوروت شرق الغرب، تروح لالجي، بليدا، الترامواي، لاكار، غاردي تران، المنتجعات الخاصه بالاطفال، العاب الاطفال، دينو بارك، كيدي بارك، كيفن كلوب، ايضا كل حاجه راهي مميزه. وايضا هنا في الضيف الخضراء راح يخدموا منتجع صغير يشبه للصابلات، منتجع هنا جديد راح يكون هنا في الضيف الخضراء، وين الناس تقدر تجي لي فامي تقعد، ولا كاين الناس اللي يحبوا يديروا سبور، ولا في هذا المنتجع الجديد اللي راه قريب يفتحوه. يلا نروحوا نشوفوا بقيه الغرف. من هنايا عندك الكولوار، يديك للكوزينه، يديك لي شومب، وهنا عندك لي سانيتير. عندك يلا نبداو بالصال دو بان اللي فريمون صاحب العقار عرف كيفاش يخدمها طري طري بيان ليكم الفايونس، شحال مخدوم مليح، وعرف كيفاش ينوع في الفايونس تاعنا. عندك دوش ايطاليا ولا اروع ليكي ليكم مساحات وين نحطوا لي برودوي تاعنا كوزميتيك صالح. وعندك لافما هاوليك لافما اليمون ولا اروع. وعندك التهويه بيان سور، مساحه التخزين ما نساهمش صاحب العقار في الصال دو بان تاعنا. يلا نزيدو نشوفو لي طوالات ليكيب. هاديك لي طوالات ايضا مخدومه بشكل جيد كما رانا نشوفو، حاجه ولا اروع وتري سامبل طوالات. نروحو نشوفو لي شومبر اللي هما فريمون ايضا مخدومين بشكل جيد. نبداو بالبلافون، ليك البلافون كيفاش مخدوم، عجبني كيفاش خير لا كولور نوار في البلافون تاعو، حاجه مميزه ماري معها لي ليمون تاع التلفزيون وين ينحط بيان سور لي سبوت صغار هادو ما بلي تريك هذا وين تحط شباحات. فريمون ما نساه والو صاحب العقار. والحاجه الجميله شكل الباب، والله غنوريكم الباب، ليك الباب اللي عندها واحد لو شان تاع وكانه وقت داخل قلعه ولا خارج من قلعه. فريمون كي نفتحوا الباب راح نلقاو مباشره هذا البالكون اللي راهو واسع ومشروح وهايل وشباب. فريمون هذه اون نوتر شومبر، نقدروا نزيدوا نديروا قاعده هنايا، وبيان سور مساحات التخزين اللي ما نساهمش صاحب العقار دار هنايا بلاكار فريمون واسع ويفت اي حاجه جماعه الخير في هذا المنزل المميز. لي راديواتور بيان سور كاينين في البالكون تاعنا، قلت لكم هذه شومبرة واحدة أخرى. عندك إطلالة مميزة على البحر منا ولا أروع. عندك الجامع الجزائري اللي راهو يبان منا، هاكم تشوفوا جامع الجزائر، ما حبيتش نفتح التاقة لأنه راهو ريح كبير ما تسمعونيش. وعندك دخلة واحدة أخرى ولا خرجة من لا شومبر الدوزيام، بصح ما ندخلوش منها، ندخلوا من لا شومبر هكذا باش تكون عندكم إطلالة مميزة. وهذه لا شومبر لي فريمون ليكيب عندها راي فيها واحد المفاجأة، هذه هي لاشومبر تاعنا تري سامبل هايلة مخدومة تري تري بيان بالصبيغة. أنا نشوفو بلي بدل لاكولور صاحب العقار هنا، دار دي تريك تاع شباحات بيان سور نوار في البلافون، واللي دار مارياج بينه وبين هاد الصبيغة البانو هذا بالنوار. عندك إطلالة مميزة هنا، وعندك خرجة للبالكون اللي كنا فيه. الحاجة الجميلة وشنو هي؟ عندنا هذا الدرج اللي راح يطلعونا مباشرة لواحد التحفة معمارية في هذا المنزل. بيان سور نهضروا على مساحات التخزين أيضا اللي دارهم هنا صاحب العقار، وبيان سور البانو هذا اللي داروا بالحجرة فريمون يعطيه الصحة، سواء في الديكور ولا في اختيار الألوان ولا أنه كي دار مساحات التخزين. يلا نروحوا نكتشفوا التحفة تاعنا اللي راح طلعنا لهذا المنزل فريمون تاع الأحلام. كنت نشوف هذا لي تريك كنت نشوفهم غير في الميكيات، مي دوكا ولاو حقيقه ليكم. اون كروني جماعه الخير كيفاش مخدومه ولا اروع. هنا عندك دريسينغ اوريك، هنا وين تخبي صوالحك، دريسينغ ولا اروع ايضا. كوليسون كيما راه نشوفو بالمرايه تاعو. وعندك هذا المكان المميز مكان الاحلام، وبيان سور اطلاله على البحر ولا اروع في هذه الطاقه
النافذه اللي راهي على شكل مثلث بكيب، وكاين فضاء اخر في هذا الباب اللي دخلنا مباشره لهذا الفضاء اللي ريمو هنا. هنا ما يديرونجيكش الصوت تاع البحر، تقدر ترقد اليز تريز اليز، ما تسمع حتى حاجه. والخشب اجود انواع الخشب ريمو مخدوم تري تري بيان. هذا الفضاء المنزلي اللي راهو في هذيك هذاك تريونغل تاع الدار اللي باين نشوفوه في اخر المنزل، انا دخلنا عليه لاول مره. فريمون ليكيب يعطيه الصحه صاحب العقار، خدم لنا تحفه معماريه في هذا المكان المميز، يعني منزل ولا اروع ليكيب في هذا المكان اللي راهو في دونلو. جماعه الخير راهو غير تخرج من الباب راح يقابلك البحر ديريكتومون. ليكيب هذا هو المنزل تاعنا المميز، نروحو نكتشفوا لا كويزين حتى هي فريمون خدمها طري طري بيان. جماعه الخير هاي ليك لا كويزين تاعنا، ليك الفاينانس كيفاش عرف يخيرو. هاي ليك لا كويزين تاعنا، عندك هنا بلاكار بيان سور ميسي حتى تخزين، ما نساهاش بياتريس كيف خدمو. هنا عندك فضاء ومخدوم باللوح ما شاء الله، هذا بلون دو ترافاي الاول. هاو ليك مساحه تخزين بيان سور كاين، ما قلت لكمش على الدار دو سوا. دار دو سوا راهو بالفوبوا في كامل المنزل تاعنا، وين ما تدخل تصيب هذا الفوبوا الجميل واللي راه مخدوم على شكل سنبوله كيما يقولوا صحاب لي فرنسا بينهم بلي هذا لو ستيل يقولوا له السنبوله. فريمون جماعه الخير هاي ليك لا كويزين تاعنا. هنا عندك لافابو لاشو ديال تاعنا، هاي ليك الغاز انستالاسيون، كاين غاز ما تريسيتي، كاين خط هاتفي في بروبتيك انترنت. فريمون ولا اروع هذا المنزل، انا فريمون ما حبيتش نخرج منه باسكو عجبني بزاف. عرف كيفاش صاحب العقار يخير فيه كلش، الفايونس ايضا ولا اروع، فايونس من اجود انواع الفايونس هذا جوبونس تاع اسبانيا. ايضا عندك حتى الصبيغه عرف كيفاش يخدمها صاحب العقار، بلاكار مخدوم بليتو الكولوار مخدوم تري تري بيان بالبياتريس ليكم ما شاء الله في هذا المنزل المميز والرائع. على باليكم تسقسيوا على البري، السعر تاعو مغري ومغري جدا. رانا اعلن عند البحر، على بالكم العقار عند البحر شحال يسوى. راهو طالب فيه صاحب العقار 3 ملايير نيغوسياب، انعم نيغوسياب. رقم صاحب العقار راح تلقاوه في التعليقات، ومع الوكيل الايموبيلي دائما نجيب لكم عقارات مميزه ونخليكم تستمتعوا بنغمه البحر.